السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا تمام. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح محاضرة من محاضرات الهرمونز بعنوان الاندوكراين فانكشن وفي البنكرياس. بدأنا بكلمة اندوكراين فانكشن وفي البنكرياس، ده معناته ان في فانكشن تانية للبنكرياس زي ان له اكزوكراين فانكشن، ان هو بيفرز البنكرياتيك سكريشن، دي حاجة تانية غير الاندوكراين بارت. ولكن النهارده هناخد الجزء بتاع الاندوكراين ده اللي جوه البنكرياس ونبتدي نفهمه ونشوفه ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقه، ايه وظيفته، وايه الامراض اللي تظهر لو الوظيفه بتاعته اتاثرت. فيلا بينا ناخد شويه في البنكرياس. اول حاجه خالص، زمان جدا جه عالم اسمه لانجر هانز قال ان البنكرياس دوت جواه جزء غير طبيعي بيطلع لنا مواد بتمشي في الدم وتاثر عليها. بعد شويه فعلا جه عالم اكد على الكلام بتاعه وقال فعلا في اماكن جوه البنكرياس اسمها الاندوكراين بارت بتاعه بيفرز المواد دي، فعشان كده سموها الايلس اوف لانجر هانز، لان لانجر هانز هو اللي اول واحد بدا الفكره او اول واحد اكتشف الفكره او اول واحد بدا ينم عن الفكره. العالم التاني اسمه بانتنج، بانتنج بدا ياخد الجزء الاندوكراين اللي هو جزء من البنكرياس ويقسم كل مجموعه من الخلايا ويسميهم اسم معين، سمى مجموعه منهم الفا وسمى مجموعة منهم بيتا وسمى مجموعة منهم دلتا وسمى مجموعة منهم بي بي سيل. طب ليه يا بانتنج سميتهم الأسماء دي؟ قال تبعا للغة اليونانية القديمة، هما كان عندهم واحد يعني ألفا، اتنين يعني بيتا، تلاتة يعني تلاتة المفروض جاما أو بي بي، وأربعة يعني دلتا، تمام؟ وفي خلية خمسة بس مش علينا. المهم إن الألفا هي الألفا سيل، الألفا سيل دي بتمثل كام من بقية الخلايا؟ بتمثل 25%، وبتفرز لي هرمون اسمه جلوكاجون. هنعرف دلوقتي ايه وظيفته. وكلمه جلوكا يعني جلوكوز، واون يعني اجونست، يعني بيعمل خواص مشابهه للجلوكوز بالظبط، او بيعلي الجلوكوز في الجسم يعني، هنعرف بعد شويه. تاني خليه واهم خليه معانا النهارده في الدرس بتاع النهارده هي البيتا سيل. ليه البيتا سيل؟ البيتا سيل نسبتها 60% وبتفرز لي هرمون مهم جدا اسمه الانسولين هرمون. الخلية رقم 3 اسمها الدلتا سيل، الدلتا سيل بتمثل لي 10% من مجموع الخلايا وبتفرز لي هرمون اسمه سوماتوستاتين. دلتا فيها دي وتي، بتفرز لي هرمون فيه دبل تي اسمه سوماتوستاتين. الخلية الأخيرة خالص اسمها بي بي سيل أو اف سيل. ليه سميتها بي بي سيل؟ لأنها بتفرز هرمون بيسموه البولي بيبتايد هرمون. يبقى احنا عندنا أربع خلايا، أهمهم هي البيتا سيل لأنها بتفرز لي أهم هرمون عندنا هو الأنسولين اللي بتمثل نسبتها كام؟ 60%. تمام كده، دي الطايبز بتاعت السيلز الموجودة في الايلس بتاعت لانجر هينز. بعد كده هنشوف، هناخد الهرمون اللي بيطلع من اهم خلية فيهم اللي هو مين؟ اللي هو الانسولين، وهنتكلم على بعض الحاجات في الانسولين، يعني ازاي تكوينه، بيتركب فين، بيمشي في الدم ازاي، ايه الاكشن بتاعه، ازاي بيتكسر بعد ما بيقوم بالاكشن بتاعه. فهناخد شوية حاجات كده على الانسولين، ولو الانسولين سكريشن اتأثر ايه اللي هيظهر لي، ايه الامراض اللي هتظهر لي في الجسم. الانسولين من اهم الهرمونز اللي موجوده عندي في الجسم. اول حاجه خالص هنتكلم على الفورميشن، الفورميشن بتاعه طالع منين؟ صح، طالع من البيتا سيل، احنا لسه قايلين اللي نسبتها كام؟ 60%، برافو. طيب هناخد بعد كده واحنا ماشيين في الطريق هناخد نوتس ونشرح بالعربي اجزاء ونرجع نقرا الداتا. اول نوت معانا النهارده ان بيقول لك اي هرمون طالع من اي مكان في الجسم بيبتدي بحرف البي، الطبيعه بتاعته تبقى بيبتايد. يعني مش فاهمك، يعني مثلا احنا بنتكلم على الهرمونات اللي طالعه منين؟ من البنكرياس، كلمه بنكرياس بتبتدي حرف البي، زي مثلا البيتيوتري، اي هرمونات طالعه من البيتيوتري واي هرمونات طالعه من الباراثايرويد، التلات اماكن دول الهرمونات اللي طالعه منهم بتبقى الطبيعه بتاعتهم بيبتايد. يبقى دي اول نوت تكتبها لنفسك كده. تاني نوت هناخدها ان طبيعه البيبتايد هرمون بتمشي في الدم فري، فري ازاي يا دكتوره؟ يعني مش ملتزمه، مش بايندنج مع بلازما بروتين. طب ليه؟ لان طبيعتها اصلا بروتين. هل البروتين عشان يمشي في الدم محتاج بروتين تاني يشيله؟ لا، بيمشي فري براحته. تالت معلومة ان البيبتايد هرمون بتصنع على تلاتة ستيب، اول ستيب فيهم بيسموها البري برو هرمون، وتاني مرحلة بيسموها البرو هرمون، والمرحلة الاخيرة بيسموها الهرمون. يبقى هو مش بيتنشأ، مش بيتفرز اكتف على طول كده، لا، بيتصنع على تلات مراحل، البرو بري هرمون والبرو هرمون والهرمون. طيب نقرأ بقى ان تاني الانسولين طالع من خليه اسمها ايه؟ اسمها البيتا سيل، وطبيعته ايه؟ طبيعته عباره عن بيبتايد هرمون. طيب بيطلع منين بقى وبيتفرز منين؟ احنا عارفين البيتا سيل جوه البنكرياس جواها ريبوزومات، الريبوزومات بتقوم مطلعه لي حاجه اسمها بري برو هرمون،
تمام كده، بيخرج من الريبوزومات يروح على حاجه اسمها اندوبلازماتيك ريتيكولم. الاندوبلازماتيك ريتيكولم بتخرجه لي برو هرمون، بتكسر الحته اللي هي اسمها بري، فتخرجه لي برو هرمون. البرو هرمون ده اساسا طبيعته عباره عن ايه؟ عباره عن انسولين وسي بيبتايد. وسي بيبتايد يروح على حاجه اسمه الجولجي جوه الخليه برضو، الجولجي يطير السي بيبتايد، فيتفضل لي حاجه في الاخر اسمها ايه؟ اسمها انسولين، او اسمه الهرمون الاكتيف اللي هو الانسولين. يبقى تاني الفورميشن بيتكون فين؟ في البيتا سيل اللي نسبتها 60%، الطبيعه بتاعته بيبتايد. خلاص خلصنا، لانها نوتس وحفظناها، لان طلع من مكان بيبتدي بحرف البي. بيخرج ازاي او بيتكون ازاي؟ بنروح على الريبوزومات بتطلعهولي كبري برو انسولين، بعد كده بيروح على الاندوبلازماتيك ريتيكولم بتخرجهولي كبرو انسولين، وبعد كده بيروح على الجولجي، الجولجي بيكسر السي بيبتايد ويحولهولي لانسولين اللي هو الاكتيف هرمون اللي هو مستعد يخرج للدم ويقوم بوظيفه 100%. طيب الترانسبورت انتوا عارفينه، الترانسبورت هيمشي في الدم فري ولا محمول على بلازما بروتين؟ لا هيمشي فري، لانه طبيعته اصلا بروتين او بيبتايد. تمام كده تمام. الميتابوليزم علشان يتكسر اي حاجه في الجسم عندنا، معظم المواد عندنا بتتكسر بانزيم بياخد نفس اسم الماده من ضاف عليه المقطع ايز. فلما اقول لك هيتكسر بانزيم اسمه ايه، تقول لي انسولينيز، انسولينيز انزيم، والانسولينيز انزيم ده تقريبا موجود في الليفر، او معظمه موجود في الليفر، موجود في تيشوز تانية بس اكتريته موجوده في الليفر. احنا كده اتكلمنا على الفورميشن والترانسبورت والميتابوليزم، هنكمل كلامنا على الاكشن بتاعه. قبل ما ابتدي الاكشن هندي نوت تانية. ايه النوت التانية اللي هاخدها؟ هقول لك ان احنا عندنا تلات عمليات في الجسم بتاعنا، التلات عمليات دول مهمين جدا جدا جدا. في عمليتين منهم بيزودوا تصنيع السكر او بيخلوني مسكر، وفي عمليات بيقللوا السكر، وفي عمليه بتقلل السكر. اول عمليه معانا اسمها جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس يعني ايه؟ جلوكونيوجينيسيس نقسمها لمقاطع، جلوكو يعني جلوكوز، ونيو يعني حاجه جديده، والمقطع جينيسيس يعني تصنيع. فلما اقول لك جلوكونيوجينيسيس هي عمليه تصنيع جلوكوز، عمليه تصنيع جلوكوز سواء كان من كربوهيدرات سورس، من ليبيد سورس، من بروتين سورس، يعني من اي سورس بصنع منه جلوكوز، وبدل بصنع جلوكوز يبقى هو نسبته في الدم هتعلى. تمام. يبقى الجلوكونيوجينيسيس عمليه بتزود لي السكر في الجسم. عمليه متلازمه معاها اسمها جلايكوجينوليسيس. يعني ايه جلايكوجينوليسيس؟ جلايكوجينوليسيس يعني عمليه تكسير الجلايكوجين علشان يطلع لي جلوكوز. يبقى في عمليتين متلازمتين عشان يزودوا لي نسبه الجلوكوز في الدم، جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس، جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس. النوت اللي بنكتبها دي هتسهل علينا بقيه المحاضره كامله. يبقى عندي حاجتين تاني، نعيد ونكرر، عمليتين بيزودوا لي تصنيع السكر في الجسم وبيخلوني مسكر، الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس، الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. وفي عمليه بقى بتقلل لي السكر في الدم، ايه عمليه ايه؟ الجلايكوجينيسيس. جلايكوجينيسيس، جلايكو يعني جلايكوجين، وجينيسيس يعني تصنيع. يعني ايه جلايكوجينيسيس؟ يعني بصنع جلايكوجين من الجلوكوز، بلم الجلوكوز الموجود في الدم وادخله واصنع منه جلايكوجين، اخزنه يعني. دي معلومه في ثانوي كنا واخدينها، كنا بنقول احنا لو عندنا سكر كتير في الدم الجسم بيحوله جلايكوجين، ولو انا عايز جلوكوز الجسم بيطلع الجلايكوجين يحوله الجلوكوز، صح كده؟ دي حاجات ثانوي عارفينها. يبقى انا لما اقول لك الهرمون دوت عايز يزود لي السكر، يزود لي السكر في الدم، يقوم عامل لي ايه؟ جلايكوجينوليسيس، صح؟ وينهبت العمليتين التانيين اللي هم اسمهم جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينيسيس. تمام كده تمام. نكمل المحاضره بتاعتنا. لما اقول لك قبل كل هرمون هنكتب كلمتين عربي كده، يعني مثلا احنا بناخد دلوقتي الانسولين، هتكتب جنبه كده، هتكتب جنبه ايه؟ قليل سكر بناء ما بيحبش الجزيئات الصغيره، قليل سكر بناء ما بيحبش الجزيئات الصغيره. علشان ما تقعدش تحفظ اكشن وتوه، لازم تختصر الهرمون بتاعك في كلمتين اتنين عربي يفكروك في الامتحان. قليل سكر يعني ايه؟ تفهم من ايه لما اقول لك قليل سكر؟ اقول لك قليل سكر يعني ما بيحبش الجسم يبقى فيه جلوكوز اصلا، ما بيحبش الجلوكوز يبقى ماشي في الدم، يعني بيعمل لي حاله من الهايبوجلايسيميا. هيعمل ايه برضو؟ هيقوم واخد الجلوكوز اللي في الدم ده ومدخله جوه الخليه، ماشي كده؟ يبقى بيزود الانتري بتاع الجلوكوز جوه الخليه. مش بس كده، ويروح يعمل اوكسيديشن للجلوكوز، ويبتدي يعمله ايه؟ يقول لهم والنبي انا مش عايز الجلوكوز يطلع دلوقتي، طب خزنهولي لو سمحتوا بقى. ده معناته ان هو بيقلل لي مستوى الجلوكوز في الدم.
معناته انه يقلل لي مستوى الجلوكوز في الدم، انه هيعمل لي ايه؟ انه هيزود لي عمليه اسمها ايه؟ جلايكوجينيسيس، وينهبت عمليتين تانيين كنا متفقين عليهم ماشيين مع بعض، الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. برافو. يبقى احنا تاني ايه تأثيره على الكربوهيدرات؟ بيحب الجسم مش مسكر، قليل سكر، يعني بيدخلني في حاله هايبو جلايسيميك، هايبو جلايسيميك، يقوم مدخل الجلوكوز جوه الخلايا، ويقوم رايح يقول له، يقول لهم بقى يا جماعه كل الخلايا دي تعمل لي اكسديشن، اكسديشن يعني خزنون الجلوكوز دوت في صوره جلايكوجين، فيعمل لي عمليه اسمها جلايكوجينيسيس، وينهبت عمليتين اسمهم جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس. يبقى دي اول حاجه على الكربوهيدرات، ودي كلمه قليل سكر. تمام. الاكشن التاني احنا قلنا ان هو ايه؟ بناء، ما بيحبش الجزيئات الصغيره، يعني هيمشي على اي جزيئات صغيره في الدم ويكون منها جزيئات كبيره، بمعنى هيمشي مثلا على البروتين، احنا عارفين ان الجزيئات الصغيره من البروتين اسمها ايه؟ امينو اسيد. برافو. هيمشي على الامينو اسيد دي كلها ويدخلها جوه الخلايا ويعمل منها ايه؟ ويعمل عمليه اسمها بروتين سينسز، يصنع منها بروتينات، وميكسرش خالص عمره، عشان كده بيسموه انابوليك افكت. يعني ايه انابوليك افكت؟ بيبني، بناء، قلت لك بناء، ما بيحبش الجزيئات الصغيره تمشي في الدم. طيب تاثيره على الليبيد ايه؟ بيروح على الليبيد، بيمسك ايه، ايه الوحده الصغيره بتاعت الليبيد اصلا؟ الفري فاتي اسيد والكيتون بودي، فبياخد الفري فاتي اسيد من الدم من البلازما ويقوم مدخلها جوه الايه؟ جوه الخلايا، ويصنع منها ليبيد، وعمليه تصنيع الليبيد اسمها لايبوجينيسيس. ما هو لايبو يعني ليبيد، وجينيسيس يعني تصنيع، فلما زود عمليه تصنيع الليبيد هزود عمليه اسمها ايه؟ لايبوجينيسيس، وبلوك العمليه المعاكسه ليها اللي هي اسمها ايه؟ لايبوليسيس. تمام كده. يبقى انا فهمت كلمه قليل سكر، بناء، ما بيحبش الجزيئات الصغيره، يعني عمره ما يحب ان الفري فاتي اسيد تمشي في الدم، هو يحب يشوف مخازن دهون كبيره، مخازن بروتينات كبيره، ما يحبش يشوف الامينو اسيد ماشيه في الدم، ما يحبش يشوف حتى الجلوكوز ماشي في الدم، فبيدخل كل حاجه لجوه الخليه، بيدخل كل حاجه، بيحب يخزن، بيحب يحوش لنا. يبقى احنا كده اتخذنا التاثير بتاعه على الكربوهيدرات، على الليبيد، على الايه؟ على البروتين. اخر حاجه خالص على المينرالز، مش انا باكل يا اما الاكل بتاعي فيه دهون يا ليبيد يا بروتين، يا اما مينرالز فيتامينز بقى ومعادن والكلام ده كله. فتاثيره ايه على البوتاسيوم؟ انا لسه قايله كلمه واحده بتلخص لي الدنيا، بيحب يدخل لي كل حاجه جوه الخليه، بيحب يحافظ على اصلا الوضع الطبيعي للخليه ايه؟ ان الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه، هو فعلا بيحافظ على الوضع ده جدا، لانه اصلا هرمون محافظ، فبيشتغل على ايه؟ بيروح على السيل ميمبرين، وايه احنا كان عندنا تشانلز اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، اللي بتحافظ ان الصوديوم يفضل بره والبوتاسيوم يخش جوه، فهو بيشتغل على الشانلز دي ويدخل البوتاسيوم جوه الخلايا، فما يدخل البوتاسيوم جوه الخلايا بيعمل حاجه اسمها هايبوكاليميا. يبقى احنا خلاصه الموضوع في الاكشن بتاعه. كمان قبل ما اقول خلاصه الموضوع، ان هو بيساعد الجروث هرمون، يعني بيروح يشتغل مع الجروث هرمون، وبيعمل ايه؟ يعني بيخلي الجسم يبقى بيبني، لانه بناء اصلا، هو انابوليك، فعنده جروث اكشن، جروث بروموتنج اكشن. تمام كده. تمام. نتكلم بقى تاني، نرجع سريعا كده، احنا قلنا ايه؟ ان هو قليل سكر وبناء، ما بيحبش الجزيئات الصغيره، فان هو بيعمل لي ايه على الكربوهيدرات؟ بيبقى هايبوجلايسيميك، يعمل ايه على الليبيد؟ انابوليك. يعمل ايه على سوري، يعمل ايه على الليبيد؟ لايبوجينيك. يعمل ايه على البروتين؟ انابوليك افكت. يعمل ايه على البوتاسيوم؟ بيزود دخول البوتاسيوم جوه الخلايا، فبيعمل هايبوكاليميا. تمام كده. بيعمل ايه مع الجروث هرمون؟ بيعمل سينرجيزم، يعني تفاقم. يعني ايه تفاقم؟ يعني بيساعده ان هو يعمل الاكشن بتاعته بصوره طبيعيه وكويسه جدا جدا جدا. نتكلم على الديس اوردرز. ايه الديس اوردرز دي؟ ديس اوردرز لو الخلايا اتجننت وبدات تطلع انسولين كتير، ده يعمل لي مشكله، او لو الخلايا استهبلت ومبقتش تطلع انسولين، يعمل لي مشكله. نبتدي اول حاجه خالص بالمشكله المهمه جدا، ان الخلايا تستهبل وما تطلعش انسولين، او تطلع انسولين بكميه قليله. احنا قبل ما نتكلم بس على الديس اوردرز، عندنا عنوان كده اسمه ريجوليشن اوف الانسولين سيكريشن. بما اننا قلنا الاكشن، فنقول الريجوليشن بعده على طول يعني. تمام كده. تمام. ايه الحاجات علشان بس ما ننساش الاكشن ونرجع نعمل ريجوليشن تاني؟ فنكمل
ايه الحاجات اللي تعمل ريجوليشن؟ يعني ايه ريجوليشن؟ ريجوليشن بيشمل موضوعين، يا اما حاجات هتروح تستثير الانسولين يطلع وتزود السكريشن بتاعه، يا اما حاجات تقول له ايه لو سمحت اقعد يا انسولين، احنا مش هنستثيرك، واقعد والجسم قايم بالوظيفه وتمام ومية مية ومش محتاجينك دلوقتي. طيب والله لو الجسم ايه، لو الجسم قايم بالوظيفه بتاعته 100% الانسولين اللي لازم يطلع، لا فيحصل له انهبشن. ايه الحاجات اللي تخلي الانسولين يقعد مرتاح انه يلاقي الوظائف اللي كان بيعملها الجسم قايم بيها؟ زي ايه مثلا؟ انه كان بيطلع علشان يعمل لي هايبوجلايسيميا، لو لقى الجسم اوريدي في حاله هايبوجلايسيميا مش هيطلع. طب واحنا امتى بنبقى موجودين في حاله من الهايبوجلايسيميا؟ في اوقات الصيام اللي هو الفاستنج، صح؟ او في حالات السيمباثيتك ستيميوليشن. السيمباثيتك ستيميوليشن لان السيمباثيتك اصلا بيعمل انهبشن للبيتا سيل اللي بيطلع منها الانسولين، او حاجات بتعمل حاجات اصلا بتبقى بيتا بلوكر، الادويه بتاعت البيتا بلوكر اللي انتوا حافظينها بتبلوك. يبقى السيمباثيتك لان السيمباثيتك بيشتغل كالفا ادرينرجيك، يعني بيزود الالفا ويقلل لي البيتا، او البيتا بلوكر دراج، الادويه اللي بتشتغل على البيتا بلوكر وتقلل لي البيتا، او انه يلاقي اصلا البوتاسيوم محترم نفسه جوه الخليه، فانا عندي حاجه اسمها هايبوكاليميا او قله البلازما بوتاسيوم، او اكسرسايز لان الاكسرسايز زيه زي السيمباثيتك، صح؟ بيشتغل ويزود لي الالفا ويقلل لي البيتا افكت، او ان العيان او الشخص اللي قدامي بياخد ادويه اصلا. ايه الادويه؟ يا اما بروستاجلاندين، حاجات بروستاجلاندين او الديازوكزين. البروستاجلاندين بيبقى عندهم انون ثيوري، يعني مش عارفين لحد دلوقتي لوت نظريه، بس يقال ان هو بيقلل السايكليك ام بي جوه الخلايا فيقلل الكالسيوم فما بيطلعش الانسولين، يقال بس مش علينا احنا، بس احفظوا اعرفوا ان العيان اللي بياخد بروستاجلاندين مبيبقاش عنده انسولين سكريشن او بيبقى عنده انهبشن للانسولين. الديازوكزايد ده لو دورنا هنلاقي ان هو دايوريتك دراج، يعني دواء مضر للبول، العيان لما بياخده بيخرج بول كتير، فهو بيخرج بول كتير بيخرج بوتاسيوم معاه، فالبوتاسيوم في الجسم حاصل له هايبوكاليمي قليل اصلا، فبالتالي انا مش محتاج الانسولين لان البوتاسيوم اصلا قليل. يبقى تاني، الحاجات اللي تقلل السكريشن بتاع الانسولين هي نفس الاكشن اللي الانسولين بيعمله. ليه؟ لان انا لو لقيت الجسم قايم بالاكشن ده انا مش هطلع. فايه الحاجات اللي تعمله انهبشن؟ انت حفظت الاكشن خلاص، اعرف ان انت خلاص دي الحاجات اللي تعمله انهبشن. تاني هم ايه؟ الهايبوجلايسيميا اللي هي الفاستنج، او السيمباثيك، او الهايبوكاليميا اللي هي قله البوتاسيوم في البلازما، او الاكسرسايز، او الادويه زي البروستاجلاندين، وكمان الديازوكزايد. طيب ايه الحاجات اللي تزود الانسولين سكريشن؟ لو الجسم ما ظبطش نفسه وبدا يعق الاكشن اللي كان بيقوم بيه الانسولين، زي ايه مثلا؟ انه يحصل هايبر جلايسيميا مثلا، واكل اكل كتير هايبر جلايسيميا، او هرمون تاني اسمه جلوكاجون، لان عرفنا ان الهرمون الجلوكاجون ده هنعرف بعد شويه، عرفنا في اول المحاضره انه بيبقى ايه، كلمه جلوكا يعني جلوكوز، واون يعني اجونست، يعني كلمه جلوكاجون هو الهرمون اللي بيزود نسبه الجلوكوز في الدم، فلما زود نسبة الجلوكوز في الدم واستهبل يقوم يعمل استثارة لمين؟ للإنسولين اللي ما بيحبش كده، فأنا يبقى عندي الهايبر جلايسيميا والجلوكاجون، أو الباراسيمباثيك اللي هو عكس السيمباثيك، لأن الباراسيمباثيك هيشتغل على إيه؟ صح؟ هيشتغل على البيتا، صح؟ البيتا ريسبتور، فيشغل البيتا سيل، فيشغل البيتا سيل فيطلع لي إنسولين كتير اللي هي الباراسيمباثيك ستيميوليشن. أو قلة البلازما صوديوم. يعني قلة البلازما صوديوم؟ يعني هايبر كاليميا. ما هو قلة البلازما صوديوم يعني الصوديوم دخل جوه الخلية وخرج لي بره مين؟ البوتاسيوم. بس احنا يا جماعة انتوا ولادنا، فاحنا بنحب نصعب عليكم المعلومة، يعني انا كاتبالك في الحتة اللي بتقلل اللي هي قلة البوتاسيوم هتعمله انهبشن، فانا اجي في الخانة التانية اقول لك قلة الصوديوم. طب ما يا جماعة هي الهايبوناتريميا يعني قلة الصوديوم، هي معناها هايبر كاليميا لان الصوديوم مش هيخش لما البوتاسيوم يخرج، صح؟ فانت احفظ معلومه وثبتها لنفسك. يبقى الهايبر قله البلازما صوديوم ممكن نشيلها ونكتب معناها ايه؟ هايبر كاليميا. الهايبر كاليميا يعني بوتاسيوم بره كتير تطلع الانسولين، او ان العيان اساسا بياخد دواء اسمه سلفونايل يوريا. السلفونايل يوريا ده دواء سكر بيشتغل على البيتا ويشغلها ويسرعها ويخليها تطلع انسولين، او ان العيان عنده جي اي تي هرمونز كتير واكل، فبالتالي الجي اي تي هرمونز هتطلع زي مثلا ايه، زي الجاسترين، زي السكرتين، الكوليسيستوكاينين، الهرمونات دي لو عاليه بتطلع الانسولين، لان معنى ان الهرمونات دي عاليه معناته ان هو واكل اكله كتيره، صح ولا ايه؟ او انه بياكل في الاكل بتاعه امينو اسيد،
زي الارجينين واللايسين، لان الارجينين واللايسين بيخشوا اصلا في التركيب بتاع الانسولين، فلو انت اكلتهم كتير في الاكل الانسولين هيتصنع عندك بكميه كبيره. فانت احفظ الحاجات اللي بتقلله واعكسها، علشان دلوقتي قدام هقول لك في الجلوكاجون بنعكس الخانه خالص، الحاجات اللي تعمل انهبشن للانسولين هي الحاجات اللي تزود الجلوكاجون من غير ما ندرس الجلوكاجون. اهو بقول في الريجوليشن، لو انا قلت لك الهايبوجلايسيميا بتعمل انهبشن للانسولين، يبقى بتعمل هناك ايه في الجلوكاجون؟ بتعمل له استيميوليشن، عشان مش هقول تاني ريجوليشن في الجلوكاجون. انت احفظ حاجه يعني ابن على اللي عندك، يعني ما تقعدش تمسك الكتاب وتفضل لا غلط، احفظ المعلومه وثبتها واعكسها، يبقى كده اسهل عشان ما تلخبطش نفسك. تمام كده؟ لما اقول لك كلمتين اتنين عربي ان الجلوكاجون شغال عكس الانسولين، يبقى الحاجات اللي هتعمل استيميوليشن للانسولين هي الحاجات اللي هتعمل انهبشن للجلوكاجون، لان ما ينفعش الاتنين يطلعوا في وقت واحد. متفقين؟ متفقين. نكمل. احنا قلنا الديس اوردرز بتاعت الانسولين، ايه الديس اوردرز بتاعت الانسولين؟ والله اذا الانسولين طلع بكميات قليله او ما طلعش هيظهر عندي مرض، وهو مرض من اهم الامراض اللي موجوده في الطب على الاطلاق. تاني بتكلم ان لازم تبقى عارفه كويس قوي، اسمه دايابيتس ميليتس. الدايابيتس ميليتس هو عباره عن ايه بقى؟ ايه الدايابيتس؟ مرض السكري. مرض السكري ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن ميتابوليك ديفكت، ميتابوليك ديفكت او ديفكت في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والليبد والبروتين والمينرالز. يبقى انا عندي، انا باكل اكل بس مش عارف يتكسر، او مش عارف الجسم يستفيد منه، الجسم مش عارف يدخله جوه الخلايا. طب ليه؟ ايه المشكله؟ ايه السبب؟ والله السبب حاجه من اتنين، يا اما الخلايا بتاعه بيتا دي اصلا ما تسمعش عن حاجه اسمها انسولين وما بتنتجش انسولين اصلا، ودي بيسموها ابسوليوت ابسنس، ابسوليوت ابسنس يعني فعلا الانسولين ما بيطلعش خالص في الجسم، او ان هي بتطلع انسولين بس بتطلعه بكميات قليله قوي مش كافي انه يقوم بالوظيفه بتاعته الصحيحه. يبقى انا عندي المشكله حاجه من اتنين، يا اما ابسوليوت يا اما ريلاتيف ليك. الريلاتيف ليك يعني قليل. تمام كده؟ تمام. وبناء عليه، عيان السكر ده، عيان السكر ده هيجيلي بايه؟ بص دايما مفيش حد فينا ما يعرفش ان عيان السكر بيجي انه عايز يدخل حمام كتير، عايز يشرب ميه كتير، عنده جفاف، بيقل في الوزن. احنا النهارده بقى مش مشكلتي ان اعرفك الثلاث اربع كلمات دول، انا عايز اعرفك سبب كل واحده بتحصل ليه. مثلا اول حاجه هو عنده ايه؟ ما عندوش انسولين مثلا، فبالتالي هو موجود عنده سكر كتير ولا سكر قليل؟ سكر كتير، لان الانسولين انا قلت لك في كلمه العربي انه قليل سكر، فهو عنده ايه؟ هايبر جلايسيميا، لان ما فيش انسولين. تمام. العيان ده بيدخل الحمام كتير ليه؟ كلمه يدخل الحمام كتير اسمها بوليوريا، بولي يوريا، بولي يعني كتير ويوريا يعني بول، فبولي يوريا يعني عايز يدخل تعدد تكرار المرات اللي هو عايز يدخل فيها الحمام، فبولي يوريا. بولي يوريا عايز يدخل الحمام ليه؟ لانه عنده هايبر جلايسيميا يعني الجلوكوز كتير. وفي عندي قاعده في الطب بتقول اي حاجه عاليه في الدم، الدم الجسم عايز يتخلص منها، فيبتدي يخلص ينزل الجلوكوز ليه؟ طب اي حاجه في الدم عاليه اصلا الجسم عايز يتخلص منها ليه؟ لانها مزوده حاجه اسمها الاوزموتيك بريجر، الاوزموتيك بريجر عالي، فعايز ينزله في البول كطريقه للطرق للتخلص من الجلوكوز، فينزل الجلوكوز في البول في حاجه اسمها جلوكوزوريا. جلوكوزوريا يعني الجلوكوز، نزول الجلوكوز في البول. ماشي كده؟ يبقى اول حاجه خالص العيان ده عايز يدخل الحمام كتير ليه؟ لانه عنده جلوكوز كتير، والجلوكوز بيزود لي حاجه اسمها الاوزموتيك بريجر، ولما يزمد لي الاوزموتيك بريجر يبقى عنده جلوكوزوريا، فعايز يدخل حمام كتير. طب العيان ده جاي بيشرب ميه كتير، عايز يشرب ميه كتير كل شويه، يعني حاجه اسمها بولي ديبسيا. بولي ديبسيا يعني عايز يشرب ميه كتير. تاني اسمها بولي ديبسيا. بولي ديبسيا عايز يشرب ميه كتير، ووتر انتيك، زيادة الووتر انتيك، عايز النبي يا بنتي هاتي كوبايه ميه، والنبي يا ابني هات كوبايه ميه. ليه؟ ليه يا عم الحاج؟ لان البولي يوريا في ريفلكس كده، انت بدل دخلت حمام كتير بيحصل لك شويه من الجفاف، فيحصل اشاره للمخ بتعمل ستيميوليشن لمركز الشعور بالعطش اللي هو اسمه سيرست سنسيشن سنتر. السيرست سنسيشن سنتر مركز الشعور بالعطش، تعمل له ستيميوليشن، تقول له لو سمحت انت عمال تفقد ميه كتير، فوق لنفسك واشرب ميه عشان تعوض الميه اللي فقدتها. فعشان كده هو حاسس بالبول. يبقى هو عنده بوليوريا وبولي ديبسيا، عنده شويه جفاف. ليه الجفاف ده بيحصل؟ بص مش احنا قلنا انه عمال يفقد ميه كتير؟ يعني الدم عموما ايه؟ كمية الدم قليلة. ليه؟ لأن الدم أصلا معظمه مية، فكمية الدم اللي راجعة للقلب الفينوس ريتيرن قليل، فبالتالي الكمية اللي هيضخها القلب هتبقى قليلة، فيبقى عنده إلا في الفينوس ريتيرن
الا في الكاردياك اوت بوت. فبالتالي ايه، ما هو الكاردياك اوت بوت ده كميه الدم اللي خارجه من القلب عشان تروح لكل الاطراف، فهيقلل لي السيريبرال اند الرينال بلاد فلو، يعني كميه الدم اللي راح للدماغ وللكلى هتقل، فالعيان ده يدخل في حاله هايبوكسيا. هايبوكسيا تمام كده، يجي لك بقى مصدع مش عارفه ايه، الاطراف بتاعته تعبانه، مش لان الدم مش واصل لها كفايه. فاحنا عندنا اول 3 حاجات هيشتكي منهم اسمهم بوليوريا، بوليديبسيا، ودي هايدريشن. رابع حاجه هيجي يشتكي منها العيان انه عمال يخس. انا ليه عمال اخس؟ ليه عمال اخس؟ عمال تخس يا عم الحاج ليه؟ مش احنا كنا بنقول ان الانسولين ده هو بياخد كل الجزيئات الصغيره ويكون منها بروتين كتير ويعمل بروتين سينثيز بكميه كبيره؟ قال لك اه. طب هو مش لاقي الجزيئات الصغيره دي مش لاقيه اللي يلمها، فبالتالي عامله له اسيديميا، مزوده له ايه، مزوده له الامينو اسيد كتيره في الدم، فالجسم عايز يتخلص منها. يقول انا اتخلص منها بطريقتين، يا اما هاخدها واصنع منها جلوكوز فيعمل عمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس من الامينو اسيد، يا اما ياخدها وينزلها في البول. لما ينزلها في البول الجسم عمال يتخلص منها، طب ما انا كده هخس، ما انا باكل امينو اسيد في الاكل بتاعي ليه؟ علشان الجسم يستفيد ويبني بروتين. طب انا مش عارف استفيد منها، يا اما عمال اصنع منها جلوكوز وتخرج لي طاقه، يا اما عمال استخدمها علشان اعمل من، يا اما عمال افقدها في البول بتاعي، فكده عندي ويت ايه، ويت لوس. فهيلاقوا العيان ده خاسس. ده مش بس كده، ده لو حصل في الاطفال بيحصل لهم جروس ريتارديشن، لانه كان الانسولين بيساعد الجروس هرمون ان نكبر، انه يبني بروتينات، هو مش عارف يبني بروتينات دلوقتي، فبالتالي في جروس ريتارديشن عند الطفل ده. طب نيجي على الليبد، هيعمل ايه في الليبد؟ هو بالتالي برضو الفري فاتي اسيد والكيتون بودي مش لاقي حد يلمها، فتعمل لي ايه بقى، فيعمل لي حاجه الفري فاتي اسيد اسمها اسيد. فالفري فاتي اسيد هتمشي في الدم، والكيتون اسيد هتمشي في الدم. الكيتون اسيد بتنزل في اليورين، فتعمل لي في الاول قبل ما تنزل كيتونيميا، يعني تزيد في الدم وتنزل في البلد، هسميها كيتونوريا، يبقى دي الكيتون اسيد. طب ما نيجي ناخد الفري فاتي اسيد، الفري فاتي اسيد اسمها اسيد، فتعمل لي حاجه اسمها اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس، يعني هتغير لي في البي اتش بتاعه الدم، ودي مصيبه سودة بخاف منها جدا. اولا لان الفري فاتي اسيد هي دهون، الدهون بتروح على الليفر، بتحب الليفر دايما وتعمل لي فاتي ليفر، وده مصايبه كتيره جدا، اللي هو الكبد المدهن، ونروح على البلاد فيزل وتترسب فيه وتعمل لي حاجه اسمها اسيروسكليروسز. اسيروسكليروسز يعني تصلب شرايين. ده مش بس كده، ده الكيتونيميا زياده الكيتون بودي، وحاله الاسيدوسز دي بتدخل الدماغ في كوما انديس، يعني ممكن العيان يموت، ممكن يحصل له غيبوبه ويموت، يبقى عشان كده بنخاف منه. يبقى احنا جينا قلنا الاكشن بتاعنا تاني، هنقوله سريعا كده، العيان بتاع السكر عنده بوليوريا، عنده بوليديبسيا، عنده دي هايدريشن، عنده ويت لوس، وكمان عنده ميتابوليك اسيدوزس، ممكن يخش مني في كوما ودس. طيب مش احنا قلنا ان عيان الانسولين ده بيجيله دايبيتس ليه اصلا؟ بيجيله دايبيتس لانه حاجتين، يا اما الخلايا ما بتطلعش اصلا، يا اما الخلايا بتستهبل وبتطلع كميه صغيره. علشان كده التسمية الانواع بتاعه الانسولين، عندنا السكر اللي هو الوراثي اللي هو تايب 1، تايب 1، او السكر التاني اللي هو بيجي على سن كبير دوت اللي هو تايب 2. طيب السكر الوراثي هو في اصلا الخلايا البيتا مش عارفه تطلع الانسولين، فسموه ايه، انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، يعني هو معتمد على وجود الانسولين لان مفيش انسولين موجود اصلا، فسموه انسل السكر اللي جاي نتيجه الانسولين، انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. والنوع الثاني سموه نون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، السكر اللي مش معتمد على افراز الانسولين، لا ده الانسولين بيطلع بس في مشكله، يا يطلع بكميه قليله يا مش عارف يشتغل على الريسبتور بتاع الخلايا. طيب النوع الاولاني انا قلت ان هو بايه، الخلايا بيتا مش عارفه تطلع، ما تعرفش حاجه اسمها انسولين، ودي عباره عن ايه، دي بتبقى موجوده في الاطفال بيبقوا مولود فيها سكر وراثي، ودي بتبقى في يا اما في مشكله اصلا في البيتا سيل حصل لها ديستراكشن. يعني ايه ديستراكشن؟ اول ما العدد الولد الطفل العيل اتولد يعني حصل له مشكلتين، يا اما اوتو اميون جسمه بدا يعمل مناعه ذاتيه ويكسر الخلايا بتاعته اصلا ودي مصيبه، يا اما حصل فيروس دخله انفكشن وفي فيروس دخل على البيتا سيل بتاعه البنكرياس ودمرها. تمام كده، وده تايب 1، يبقى ده نوع السكر الوراثي. نوع السكر اللي مش وراثي بقى اللي هو تايب 2. تايب 2 ده عباره عن ايه، ده عباره عن السكر اللي بيجي بعد سن ال40، وده بيجي نتيجه حاجتين، يعني يا اما البيتا سيل
بتستهبل وتطلع كمية صغيرة من الأنسولين فمش عارفة تعمل وظيفتها كويسة، يا إما الأنسولين بيطلع بالكمية كويسة بتاعته بس مش عارف يشتغل على الريسبتور، ودي نتيجة التخن مثلا الأوبستي، إن الشخص تخين فبالتالي في دهون بتترسب على الخلايا من بره فمش عارف يشتغل بوظيفته. يبقى أنا كده خدت مرض اسمه ديابيتس ميليتس، وده بينتج عن نقص إفراز الأنسولين. طب في حاجة تطلع الأنسولين بكمية كبيرة في الدم؟ اه، ده الديس أوردرز التاني. ايه بقى؟ ان انا لو الخلايا بيتا سيل دي حصل فيها مشكله ممكن تتجنن وتطلع لي انسولين بكميه كبيره، بيسموها ادينوما. ادينوما يعني ورم، ورم في البيتا سيل. اي ورم بيعمل لي هايبر بليزيا، هايبر بليزيا يعني زود عدد الخلايا، فكل خليه بتزيد عددها بتطلع لي انسولين، فبالتالي هيبقى عندي حاجه اسمها هايبر انسولينزم. يبقى الهايبر انسولينزم دي عباره عن ايه؟ عباره عن ادينوما يعني ورم في البيتا سيل بتاعه الايلتس اوف لانجرهانز. تمام، انسولينوما يعني انسولينوما يعني ورم، بيطلع ورم في البيتا سيل بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي انسولين كتير. تمام، لازم تبقى عارفه العيان بتاع الانسولين كتير ده جاي لك دايما عنده ايه؟ عنده انسولين كتير، فبالتالي جاي هبطان. يعني ايه هبطان؟ بيقولوا عليه كده هبطان، يعني عنده كمان سويتنج اللي هو يعني جايب عرق كتير. تمام كده، بيقولوا هبطان عرقان خرفان كده، يعني عربي كده هبطان عرقان خرفان. يعني ايه هبطان عرقان خرفان؟ هبطان لان مفيش لانه عنده انسولين كتير، فكل السكر اللي بياكله بيخش جوه الخلايا، فعنده دايما حاله هبوط هايبوجلايسيميا. والجسم عشان يعبر لك ان هو في حاله هايبوجلايسيميا بيبتدي يعرق، فيعمل لك حاجه اسمها اكسسيف سويتنج. وبعد كده الانسولين الكتير ده، كميه الانسولين الزياده، مفيش جلوكوز في الدم، فبالتالي ايه بقى؟ فبالتالي البرين بيبتدي يتاثر، فيخش في حاله من الاريتابيليتي وبعد كده بيرمننت برين دامج. يبقى دي عباره عن ده عباره عن سندروم كده مع بعضه، بيجي كده هايبوجلايسيميا سويتنج اريتابيليتي وبيرمننت برين دامج. واحنا كده اتكلمنا على البيتا سيل الموجوده في الايلس اوف لانجر هانز وبتطلع لي انسولين، والانسولين اذا زاد حده بيعمل لي هايبر انسولينزم، واذا قل بيعمل لي مرض خطير جدا اسمه الدايابيتس ميليتس. هنكمل بقيه الهرمونات. احنا كده خلصنا اول خلايا اللي كانت نسبتها 60%، هنكمل الخليه الثانيه وسهله جدا. الهرمون التاني اسمه جلوكاجون هرمون. الجلوكاجون هرمون ده عبارة عن ايه؟ قلنا تاني وهنقول تالت ورابع، جلوكا يعني جلوكوز، واون يعني اجونس، يعني الهرمون اللي بيعمل شبه الجلوكوز بالظبط، اللي بيحب الجلوكوز. بيحب الجلوكوز يبقى معنى كده ان الهرمون ده بيعمل لي حالة ايه؟ هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا. يلا انتوا اللي هتقولوا الاسئلة دي. الجلوكاجون بيطلع منين؟ برافو، بيطلع من الالفا سيل اللي كانت نسبتها كام؟ 25. الطبيعه بتاعته بيبتايد هرمون. ايه الاكشن بتاعه؟ لما قلت لك كلمتين ان الجلوكاجون عكس الانسولين، فكل حاجه كنا بنعملها في الانسولين هنعكسها على الايه؟ هنعكسها على الجلوكاجون. لما اقول لك الانسولين قليل سكر تقول لي يبقى الجلوكاجون زياده في السكر، يبقى هيعمل لي هايبر جلايسيميا، يعني هيزود العمليات اللي كانت بتزود لي السكر اللي هم الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. تمام، وهيقلل العمليه اللي هي بتقلل لي السكر اللي هي اسمها ايه؟ جلايكوجينيسيس. برافو. طيب لما اقول لك تاثيره على الليبيد، الانسولين كان بيعمل ايه على الليبيد؟ كان بيبني، كان بيبقى عباره عن ايه؟ لايبوجينيك، بيبني. لا، ده هيبقى لايبوليتيك. يعني ايه لايبوليتيك؟ يعني هيروح على مخزن الدهون ويكسر لي الدهون ويطلع لي فري فاتي اسيد كتيره جدا. تمام. طيب لما اقول لك ان هو تاثيره على لا، هنقول بقى ان هو له تاثيرات تانية بقى، دي المهم. المهم في الجلوكاجون دي المعلومه اللي هعرفها فيه ان هو بيعمل تاثيرات على معظم الاورجانز التانية. يعني مثلا بيروح على الهارت ويزود الكونتراكتيليتي بتاع الهارت فبيزود المايوكارديوم كونتراكتيليتي، بيروح على البايل سكريشن وبيزوده، بيروح على هو دايما اصلا بيزود الجلوكوز، فممكن يقعد يزود الجلوكوز وما بيعرفش يوقف نفسه، فهيطلع لنا هرمون هنعرفه بعد دقيقه اسمه السوماتوستاتين عشان يوقفه، فبيزود السكريشن بتاع الايه؟ بتاع السوماتوستاتين. تمام كده، بيروح على الجي اي تي ويقلل السكريشن بتاعت الجي اي تي، بيقلل السكريشن بتاعت الجي اي تي. ليه بيقلل السكريشن بتاعت الجي اي تي؟ عشان هو بيحب السكر زياده، مش عايز السكر يخش جوه الخلايا. تمام كده. تمام، لما اجي اقول لك على الريجوليشن، انا مش هقول حاجه في الريجوليشن خالص، هنقرا كلمتين اتنين فيهم بس. ايه اللي بيزوده؟ انت فاكر هناك الحاجات اللي تعمل انهبشن الانسولين هي الحاجات اللي هتزوده. يعني هناك كنا بنقول هايبوجلايسيميا ما تطلعش الانسولين. تمام، البلازما امينو اسيد ما تطلعش الانسولين، الجي اي تي هرمون ما تطلعش الانسولين. فانت احفظ هناك الحاجات اللي بتقلل وتزود الانسولين وتعالى اعكسها مع الجلوكاجون. وكده مع السلامه، خلصنا الجلوكاجون.
تالت حاجة خالص او تالت خلية كانت عندنا، كان اسمها ايه، دلتا سيلز. الدلتا سيل كانت بتطلع، اللي هي كانت كام، 10%، بتطلع لنا هرمون مهم جدا اسمه سوماتوستاتين. قلنا دلتا سيل فيها دي وتي اللي هي دبل يعني، فطلع لنا هرمون فيه دبل تي اللي هو السوماتوستاتين، يعني عشان تحفظ بسهولة. الطبيعة بتاعته عبارة عن ايه، عبارة عن بيبتايد هرمون، صح، لانه طالع من البنكرياس. السوماتوستاتين ده هنكتب جنبه كده الهرمون اللي كاره نفسه، بيعمل انهبشن لاي حاجه في الدنيا، تمام كده. طيب بيطلع منين كاره نفسه ليه؟ لان هو بيعمل اكشن عكس الاكشن بتاع الجروس هرمون. فاكرين الجروس هرمون اللي طالع من الهايبوثالاموس، هو اللي بيدي اشاره للهايبوثالاموس ان هي ما تطلعش جروس هرمون، يبقى بنسميه ايه، جروس هرمون انهبتنج هرمون. وبما انه بيعمل انهبشن، فبالتالي بيعمل انهبشن ليه بقى، بيعمل انهبشن، بيروح على الجي اي تي، بيقلل الموتيليتي والسكريشن والاسيديتي بتاعتها، تمام كده، والابزوربشن بتاعها. بيروح على الانسولين، على الخلايا اللي بتطلع انسولين وجلوكاجون، يقول لهم لو سمحتوا لا تطلعوا انسولين ولا تطلعوا جلوكاجون. امتى يعملون انهبشن؟ لو لقى الانسولين عمال يدخل العيان في هايبوجلايسيميا جدا 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 جدا، او لقى الجلوكاجون عمال يستهبل ويدخل العيان في هايبر جلايسيميا جدا جدا جدا، فيبتدي يطلع السوماتوستاتين هرمون. بعد كده بنتكلم على الكنترول بتاع السكريشن، ايه اللي يطلعه، يا اما زياده الامينو اسيد، يا اما يعني لقى الحاجات بقى عماله تتجنن، لقى الانسولين عمال يتجنن او الجلوكاجون عمال يتجنن، لقى الامينو اسيد زياده قوي، لقى الفري فاتي اسيد زياده قوي، او لقى البلاد جلوكوز زياده قوي، وده السوماتوستاتين، كلمتين منه كده على الجنب. بعد كده احنا عندنا عنوان مهم جدا جدا اسمه ريجوليشن اوف البلاد جلوكوز. يعني ايه ريجوليشن اوف البلاد جلوكوز؟ احنا سكرنا كام يا جماعه؟ سكرنا في الطبيعي لو احنا صايمين، مثلا، بيبقى من 70 ل 110 ملي جرام لكل ديسيليتر. ده النورمال، فاستنج بلاد جلوكوز ليفل. يعني عايز تقيس السكر بيبقى صايم، بتيجي تقيسه مثلا لازم يكون من 70 ل 110، تمام. طب انا لو واكل مثلا وعايزه اقيسه، بيقول لك والله لو انت واكل بعد الاكل بساعه بتقيسه، المفروض يطلع 140 ملي جرام لكل ديسيليتر. طب لو انا واكل وفات ساعتين، بعد ساعتين من الاكل السكر بيبتدي ينزل للفاستنج ليفل تاني، اللي هو بينزل لكام، بينزل ل 110 ل 70. يبقى انا لو عايزه اقيس تاني الفاستنج ليفل كام، من 70 ل 110، بعد ساعه وانا واكل، يبقى 140. ده انا لو شخص نورمال ما عنديش سكر، لو انا شخص عندي سكر يبقى الارقام دي هتزيد جدا على حسب الكيرف. يعني احنا لو بصينا للكيرف مثلا، الاحمر ده اللي هو النورمال، لو بصينا عند الساعه الاولى بعد الاكل كان وصل لكام، كان وصل لحد اقصى حاجه هو لحد قرب يوصل ل 140 مثلا، لا بعد ساعتين من الاكل بدا ينزل تاني لحد 110. طب لو شخص دايبيتك، بعد ساعه من الاكل ممكن تلاقيه لحد 200 مثلا، بعد ساعتين من الاكل لسه 200، بيبتدي ينزل مثلا بعد 3 4 ساعات. فاهمين يعني؟ طب ازاي ربنا سبحانه وتعالى مخلينا دايما الشخص النورمال موجود في الحد ما بين 70 ل 110؟ ازاي؟ عندنا حاجة بتعمل فيها بالانس، بتوين ايه بقى، بالانس بتوين الاديشن اند الوزدرول. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا ليه احنا موجودين في رينج صغير ما بين 70 ل 110؟ والله بص، احنا لو وصلنا لحد ال 70، مثلا قيسته لقيته 70، يوم الجسم عامل كده ميكانيزم لوحده، يعمل حاجة اديشن جلوكوز. يعني ايه؟ يبتدي ياخد الاكل، يبتدي تشتغل ثلاث حاجات، السمول انتستين والليفر والكيدن. تبتدي السمول انتستين تاخد الاكل وتمتصه عن طريق الديودينم والجوجا وتمشيه وتوصله الليفر، يوم واخد الاكل ومحوله لجلوكوز في العمليتين اللي بيزودوا له جلوكوز، عن طريق عمليه الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. برافو، انتوا اللي بتنطقوا. طيب لو انا قعدت مثلا 3 4 ساعات ما اكلتش، تقوم الكدني مساعداهم تقول لهم استنوا انا اخر هعمل حاجه اسمها ايه، جلايكوجينيسيس جلوكونيوجينيسيس، وتزود لنا ايه، وتزود لنا السكر في الدم. فدي اسمها اديشن، يعني تطلعوا شويه من 70 لحد 110. طيب والله انا لو دلوقتي مثلا جعان مثلا ولا حاجه ومفيش اكل، فبيعمل لا لو انا واكل وعايز يعني ما يبقاش سكر عندي في الدم كتير، فيبتدي يعمل حاجه اسمها وذدرول. يعني ايه وذدرول؟ انا واكل اكله مثلا والجلوكوز هيبقى عندي زياده في الجسم، فتقوم كل الخلايا تتكاتف مع بعضها وتقول لهم ايه، هاتوا السكر ده لما نخزنه في هيئه جلايكوجين، زي المصل وزي الاديبوس تيشو وزي الليفر وزي الاذر اورجنز. مثلا المصل، والليفر، احنا عارفين ان المصل والليفر هياخدوا الجلوكوز ويحولوه لايه، برافو، هيحولوه لجلايكوجين. لما يحولوه لجلايكوجين في عمليه اسمها ايه، جلايكوجينيسيس،
بس المصمت بتاخد كمية أكبر، بتاخد نسبة 40% من الجلوكوز، والليفر بياخد 10% بس. تيجي الأديبوستيش وتقول لهم والله طب ما أنا ممكن أخزن جلوكوز زيكم، فتقوم واخدة الجلوكوز وتحوله لإيه؟ لليبد، في عملية اسمها إيه؟ لايبوجينيسيس. الأزهر تيشو تقول لهم أنا برضو ممكن أساعدكم إن أنا أتخلص من الجلوكوز عن طريق إن أنا أعمل له يوتلايزيشن وأحوله لإنرجي. فدايما جسمنا في الوضع الطبيعي دي العمليات اللي بتحصل طول اليوم. يعني عملية العملية اللي بتحصل طول اليوم إن أنا إيه؟ يا تشتغل السمول انتستن والليفر والكدني عشان تظبطهولي وتوصلهولي ل 110، يا إما الماسل والأديبوس تيشو والليفر والتيشوز التانية تشتغل وتعمل له وذدرول وتسحبه لو أنت إيه؟ لو أنت مزود في غدا وفي عشاء. عشان كده إحنا موجودين في نورمال رينج ما بين 70 ل 100 و10. طيب الوضع الطبيعي، اصلا الوضع الطبيعي ان احنا عندنا حاجه اسمها ريجوليشن كبير. بقى الريجوليشن الكبير اللي انا افضل طول حياتي على الوضع ده، ايه الريجوليشن اللي يعمل لي الوضع الطبيعي بقى والكبير ده؟ 3 حاجات. اي حاجه بقول لك عليها ريجوليشن يبقى لازم تستحضر في مخك 3 حاجات، يا اما هرمونال ريجوليشن، يا اما نيورال ريجوليشن، يا اما اوتو ريجوليشن. الجسم بيظبط مع نفسه. هرمونال بمعنى ايه؟ والله شوية هرمونات بتبتدي تطلع عشان تظبط لي سكر الدم. ازاي يا دكتور؟ والله لو انا واكل اكلة كبيرة جدا 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 جدا، فلازم الجسم يطلع هرمون الانسولين علشان يدخلني من الحالة في الهايبو هايبوجلايسيميك ستيت، يدخلي في هايبو جلايسيميك، لازم يتخلص لي من السكر الكتير ده كله ويعمل له يوتلايزيشن. فبالتالي لو انا واكل اكله كبيره، ايه الهرمون اللي هيطلع؟ الانسولين. الانسولين هيطلع ويقوم عامل لي ايه؟ عامل هايبو جلايسيميك ستيت، لانه بيخلصني من الجلوكوز الزياده ده، تمام؟ عن طريق بقى العمليه اللي كان بيعملها جلايكوجينيسيس، تمام، ويعمل انهبشن للعمليتين التانيين. طيب طب لو انا بقالي كتير جدا ما اكلتش، وفي فاستنج وفي وضع صيام او مسافر ومش معايا اكل مثلا، بتبتدي تطلع الهرمونات بتاعه هرمونات الصيام، هرمونات السكر اللي تخليلي جسمي في هايبر جلايسيميك ستيت. ايه هي الهرمونات اللي تخليلي الجسم؟ برافو عليك، سامعاك، انت قلت جلوكاجون، ولكن جسمنا بيقول لنا انا مش هم... يعني عشان تبقى مسكر، لاني حاله الغيبوبه او الهايبوجلايسيميا دي خطر جدا، فما ينفعش تفضل في طول فتره طويله في جسمك قله سكر. فبدل ما يعمل جلوكاجون بس، ده بدا يطلع لي 5 هرمونات بتتكاتف عشان تخليني مسكر. اولهم الجلوكاجون. احنا عارفين الجلوكاجون كان بيعمل ايه؟ الجلوكاجون كان بيزود السكر، كان بيعمل العمليتين اللي بيزودوا السكر اللي هم كانوا ايه؟ الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. يجي الثيرويد هرمون، الثيرويد جلاند تقول لك انا هطلع الثيرويد هرمون وهيساعد الجلوكاجون في الاكشن بتاعه بالظبط، هيزود لي الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس، وكمان هيروح على الجي اي تي ويزود الابتيك بتاع الجلوكوز من الجي اي تي. اي اكل هتاكله هيكسره لحد ما يطلع منه جلوكوز. يبقى انا عشان احفظ واسكم، الجلوكاجون والثيرويد بيشتغلوا نفس الاكشن بالظبط، ولكن الثيرويد بيشتغل ضعف الاكشن باكشن كمان، انه بيزود الجي اي تي ابزوربشن من الجلوكوز. عندنا كمان هرمونين، الجروس هرمون والكورتيزول. الجروس هرمون والكورتيزول الاثنين بيشتغلوا كانتي انسولين، بيعكسوا الانسولين في الاكشن بتاعه، فيزودوا عمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس بس، جلوكونيوجينيسيس بس. اخر هرمون اسمه الادرينالين. والله الادرينالين دوت بيقلل الانسولين سكريشن، بيقلل السكريشن بتاع الانسولين، وبيروح يزود لي عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس. جلايكوجينوليسيس يبقى ديت الهرمونات اللي هي بتاعه الهايبر اللي انا عايزها، او الجسم عايزنا يخش في هايبر جلايسيميك ستيت. يبقى ده اسمه الهرمونال ريجوليشن. يبقى الهرمونال ريجوليشن لو انت واكل كتير او لو انت واكل قليل. لو واكل كتير هيطلع لي الانسولين اللي هيدخلني في هايبو جلايسيميك ستيت، لو واكل قليل هيطلع لي ال5 هرمونات اللي هيدخلوني في هايبر جلايسيميك ستيت. تاني حاجه خالص، عندنا حاجه اسمها نيورال ريجوليشن. الاوتونوميك نيرفس سيستم دايما بيتصرف بايه؟ بميكانيزمين. يعني انا مثلا لو ايه سوري، النيورال ريجوليشن تاني، احنا عندنا بقى الايه؟ السمباثيك والباراسمباثيك. يعني انا في السمباثيك دلوقتي، لو انا في حاله خوف مثلا او رعب او حاجه خضتني مثلا، فابتدي اكون عايز جلوكوز كتير في الدم، فبيبتدي في دايركت ريليشن شيب بتوين السمباثيك والجلايكوجينوليسيس. يعني ايه الجلايكوجينوليسيس؟ انا عايز جلوكوز، فاروح اكسر المخازن اللي هي بتاعه الجلايكوجين عشان يطلع لي جلوكوز كتير عشان اقدر استخدمه. على عكس الباراسمباثيك، الباراسمباثيك لو انا قاعد مرتاح وفي جسمي سكر كتير جدا، ابتدي اخد السكر ده الجلوكوز وادخله جوه المخازن، فيعمل لي ايه؟ جلايكوجينيسيس. فدي دايركت ريجوليشن. وفي دايركت ريجوليشن ما بين الاوتونوميك نيرفس سيستم، ما بين الانسولين والجلوكا والجلوكاجون.
تمام كده. يعني مثلا انا لو عايز، لو انا قاعد ومرتاح، ايه اللي هيشتغل؟ ايه اللي هيشتغل؟ الانسولين هيطلع علشان يدخل السكر جوه الخلايا. طب لو انا مش قاعد مرتاح وعايز اشتغل، هطلع لي الجلوكاجون عشان يطلع لي سكر. تمام كده تمام. طب نيجي نتكلم على الاوتو ريجوليشن. الاوتو ريجوليشن ديت لو انت مثلا عندك بلاد جلوكوز ليفل كتير، لو انت اكلت مثلا والجلوكوز عندك كتير قوي قوي قوي، فايه العمليه اللي هيحصل لها؟ ستيميليشن الجلايكوجينيسيس، ان انا هصنع جلايكوجين وهقلل العمليتين التانيين. فده اسمه اوتو ريجوليشن، الجسم بيتصرف لوحده منه فيه. يعني انت اكلت اهو، خلاص الجسم هيتصرف، مش لازم يروح يطلع انسولين او الكلام ده كله. يبقى احنا تاني عايزين نلخص المحاضره، ولا خدناه في المحاضره تاني؟ احنا خدنا حاجه اسمها النهارده الاندوكراين فانكشن بتاعت البنكرياس. ايه الاندوكراين فانكشن بتاع البنكرياس؟ ان انا الجزء اللي هناخد جزء بيطلع لي هرمونات، اللي هو اسمه ايه، الايلس اوف لانجر هينز. الايلس اوف لانجر هينز فيها مجموعه من الخلايا بيسموهم الفا وبيتا ودلتا والبي بي سيل، وعرفنا نسبه كل واحده. عرفنا بعد كده اتكلمنا على الانسولين اللي طالع من البيتا سيل، عرفنا الطبيعه بتاعته، وعرفنا الترانسبورت بتاعه بيمشي ازاي، وعرفنا ليه ما بيمشيش مع بلازما بروتين لانه اصلا طبيعته بروتين، وعرفنا ايه اللي بيعمل له ريجوليشن، حاجات بتزوده وحاجات بتقلله، وعرفنا الاكشن بتاعه واختصرناه في كلمتين بالعربي، قليل سكر وبيحب ايه، برافو، وبناء وما بيحبش الجزيئات الصغيره. فبالتالي الافكت بتاعه هيبقى هايبوجلايسيميك افكت، وعباره عن لايبوجينيك وانابوليك افكت على البروتين، وبيحب يدخل البوتاسيوم جوه فهايبوكاليميك، فبيعمل هايبوكاليميا. لما نيجي ناخد الزياده الديس اوردرز بتاعته، ايه الديس اوردرز بتاعته؟ ان هو لو قل هيعمل لي مرض اسمه دايابيتس ميليتس، عين السكر بيجي باعراض. الاعراض البوليوريا والبوليديبسيا، وان يكون عنده مثلا ويت لوس، عمال يفقد في الوزن، وعنده اسيدوزس، والاسيدوزس دي بخاف منها لانها بتدخلني في مشاكل كتيره جدا جدا جدا، اهمهم الكوم، انه يخش عين السكر يخش في غيبوبه انه عنده اسيدوزس. بعد كده اتكلمنا على الديس اوردر التاني اللي هي زياده الانسولين سكريشن، اللي هي الهايبر انسولينزم او الانسولينوما، اللي هي عباره عن ادينوما في الايه، في البيتا سيل، طلع انسولين كتير. واتكلمنا على الجلوكاجون، وقلنا مش هنقول كلمه تانية غير ان انا هكتب جنبه بالعربي كده عكس الانسولين في كل حاجه، وان هو بس زياده عن الانسولين انه له اذر فانكشن. الاذر فانكشن انه بيزود البايل سيكريشن والمايوكارديال كونتراكتيليتي، وبيقلل الجاستريك موتيليتي وسيكريشن والكلام ده كله. اتكلمنا بعد كده على السوماتوستاتين، وقلنا ان هو الهرمون اللي كاره نفسه، بيعمل انهبشن لكل حاجه. واخر حاجه خالص قلنا الريجوليشن، الريجوليشن بتاعي ان انا السكر بتاعي ما بين 70 ل 110، اللي بيخليني في السمول رينج ده. ايه ليه سكري طول اليوم 70 ل 110؟ علشان عندي ميكانيزم صغير اسمه ويزدرول اند ايه، اديشن ميكانيزم، الجسم بيتصرف فيه. وبعد كده خدنا حاجه اسمها ريجوليشن كبير. الريجوليشن كبير اللي بيخليني طول السنه متحكم في السكر بتاعي بيبقى عباره عن 3 حاجات، يا اما يكون اوتونوميك نيرفس سيستم، يا اما يكون هرمونال، الهرمونات اللي بتطلع وقت ما نكون محتاج سكر، هايبر جلايسيميك هرمونز اللي هما الخمسه، الجلوكاجون والجروث هرمون والانسولين والثيرويد والادرينالين والحاجات دي كلها، يا اما هرمونات بتطلع تقلل لي مستوى السكر لو انا واكل كتير زي الانسولين ويدخلني في هايبوجلايسيميك ستيت، او عندي نيورال ريجوليشن زي السيمباثيك والباراسيمباثيك او الاوتو ريجوليشن. اتمنى تكون المحاضره سهله وفهمتوها، وما ننساش النوتس اللي خدناها، ان انا عندي عمليتين بيزودوا السكر، جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس، او عمليه بتقلل السكر اللي هي جلايكوجينيسيس. والنوت التانية اللي احنا خدناها ان احنا عندنا الهرمونات اللي طالعة من اي مكان بالبيت بيبقى طبيعتهم ببتايد، واي هرمون ببتايد بيتصنع على 3 مراحل، كبري برو انسولين وبرو انسولين، والبرو انسولين قلنا ان هو عبارة عن انسولين وسي ببتايد. اتمنى ان هي تكون استفدتوا منها، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم جزء كلينيكال ازاي نقلل السكر باذن الله تستفيدوا منه يعني. واللي عنده سؤال يبعته لنا، وان شاء الله باذن الله هنجاوبكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.